برصيدك باسم مجموعة من البرامج اللي قمت بتقديمها مثل ليلة أنس، مساكم باسم أمير الشعراء لثلاث مواسم بداية من عام 2011، وبرنامج أكلناها. وأنا بهالمحطة بدي أخذ فطار كل ضيف كان معك بأكلناها، بس هالمرة من دون أكل. طيب بدك تجاوب بصراحة؟ تفضل. رح أطرح عليك مجموعة أسئلة قدر الإمكان. هلا أنت كتير صريح ما تتراجع. رح أطرح عليك مجموعة أسئلة أنت طرحتهن على ضيوفك وجاوبوا، بدي أشوف قد إيه أنت قادر تجاوب. رح أقول لك شغلة بس. شو؟ أنا الجواب اللي ما حتى ما أنا ما بكذب، بس اللي ما رح أجاوبه ما رح أجاوبه حكما. بس بدنا نحاول نجاوب. نحاول. يلا. مين الكوميدي الأسوأ بسوريا اليوم؟ الكوميدي الأسوأ في مين؟ بس أكيد ما رح أذكر اسم لأنه أنا بكون عم هين شخص وعم هين إنسان وعم أثر عليه بشكل سلبي، مستحيل أقول اسم. ولما طرحت هالسؤال على ضيفك ما فكرت بهالشي؟ أولاً أنا لنكون صريحين، أنا ما كنت أنا بطرح هذا السؤال على ضيفي، في إعداد بيحط هذا الكلام وفي فريق إعداد مأزي مثل العادة، هو بيبحث بهذا النوع من الأذى، وأنا كنت محرج حتى من طرح السؤال وليس يعني من. بتمنى كمان يكون انت ضميرك صاحي مثل ضميري هلا. بس انا مستحيل اقول اسم شيء. انا لي اكيد رايي بانه في ممثلين مو سيئين وانما متواضعي الاداء، يعني الكوميديا بدها سرعه بديهه. طب اعطيني اسم واحد. ما فيني ابدا، عيب ابدا، حقي عيب، ما بيصير اقول هذا الكلام أبداً. طب رح اقلب لك اياه لشيء ايجابي. مين الافضل بسوريا اليوم من الممثلين الكوميديين؟ اسم واحد الأفضل. اسم واحد بدك؟ اسم واحد. أنا بشوف إنه بتروح بين اثنين. أنت معلشي لا أنت بدك تختار. أنا بشوف أحمد الأحمد وعبد المنعم العمايري، هن اثنين كوميديانين مدهشين. طيب قد ايه بتبلغ ثروتك المالية، أكثر من مليون دولار أو أكثر من مليونين دولار؟ بتعرف إيه الفكرة؟ هربت من أول سؤال، كمان بدك تهرب من هالسؤال؟ لا يعني هي الفكرة مو صحيحة لأنه أوقات بيكون معك أقل أو أكثر. هلا أكثر من مليون أو مليونين؟ خلاص سيدي مشان ما زعلك، أكثر من مليون. أكثر من مليون، يعني بين المليون والمليونين مثلا. ما شاء الله جيدة، منا عاطلة. مقبولة. مشهد اغتصاب، مين الممثل اللي بتختاره بهالدور؟ أنا رح صعبين. لا رح أحكي لك شغلة، ايه؟ أنا السنة هي اعتذرت عن فيلم سينما مهم جدا وعالمي، يعني كان ممكن يكون في هوليوود قفزة فظيعة يعني. أي. لسببين، أول شيء كان عندي فعلا ظرف بس كان ممكن عالج هذا الظرف يعني. السبب الثاني هو أنا كان في مشهد في نوع من الشيء الاغتصاب الجنسي. الجنسي أو الاغتصاب جنسي يعني، فما تبعد عن هالمشاهد. ببعد عن هالمشاهد، ما بحبها، ما بحب تأذي نظر. يعني ما بحب، أنا ما بحب فوت بهاي الحالة من المشاهد، إلي ستايل خاص بشغلي، بحاول بعيد. في ناس تنتقدني بتقول إنه لا ما بيصير أنت كممثل ممكن تعمل الموضوع. أنا إذا يعني بصراحة إذا في مشهد في قبلة ما بعتذر عنه، ما بعمله. أنا بخجل يعني، تشوفني هيك بس أنا فعلا بخجل يعني، ما بيطلع معي، ما رح يطلع معي، بدي أكون خجلان وما رح يطلع معي، ما رح تأدي صح. طب رح حول لك السؤال كمان، إذا بدك تأدي مشهد غرامي منه اغتصاب، مين الممثلة اللي بتكون معك؟ علاقة حب ليكني هلأ عامل مشاهد غرامي. لا ثنائية بعمل عربي مشترك، يعني ممثلة لبنانية. ليش ممثلة لبنانية؟ لازم المشهد الغرامي يا أخي ممثلة لبنانية. يعني أنا ما عم بفهم ليش هالكونسبت أنتوا بقى كتير متمسكين فيه. مشهد غرامي مع ممثلة لبنانية لا، بعمل مشهد جميل جدا ومشهد حب، ما بفضل سميه غرامي، بفضل سميه مشهد حب جميل في إحساس عالي. في مع مثلا ديما أندلفت، ديما أندلفت وعملنا بالعربجي هالسنة مشاهد لطيفة جدا بس حقيقية، تتراوح بين العداء والحب الكره والانجذاب، وهذا شيء حلو، هذا بيحرك الممثل. ديما مثلا خليت عن باميلا. ولا باميلا ممثلة مدهشة، لأنه أنت بأكلناها اخترت باميلا وقتها، بس باميلا ممثلة رائعة يعني، وأنا أكيد أكيد بتمنى نعمل شراكة تمثيل أنا وياها مستقبلا، لأنه هي ممثلة يعني سمارت، حضور، أدوات تمثيل، ولا تعتمد فقط على شكلها. باميلا وحدة بتبحث بالشخصية بشكل رائع بالفعل.